واحدة من أطباء وتمريض وفنيين وصيادلة ومختبرين، قضية واحدة هي إقالة مدير الهيئة ومحاسبته لأنه رجل فاسد وأعوان. منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإقالة رأس الفساد وعلى رأس الشهاري والإدارة العامة في مستشفى الجمهوري. مرتين على تركاتها مستشفى الجمهوري. هل يعتبر هيئة؟ صدر قرار هيئة قبل فترة. يعني نعاني من عدة تظلمات. أول شيء المدير الهيئة لا يحترم الموظف. ويشكون من جميع الموظفين باستخدام ألفاظ غير لائقة. وهم مع العلم أنه يتعامل مع دكاترة. ألفاظ غير لائقة. والجميع يعلم. ولو لاحظت أن أغلب المتظلمات من الكادر النسائي. ويعني كما سمعت أنهم يعني في ألفاظ صدرت منهم. لا يليق بالدكتور أو مدير المستشفى. الشيء الثاني طبعاً إحنا هيئة مستشفى الثورة. نطالب مساواتنا بالكادر هيئة مستشفى الجمهورية. نطالب مساواتنا بهيئة مستشفى الثورة العام. أيوة. لأنه حول إلى هيئة ولكن المستحقات والمكافآت أردأ من ما كانت عليه. مع العلم طبعا أن المريض في المستشفى الجمهورية يدفع رسوم مكلفة ولكنه لا يجد خدمة لائقة. حتى أن إحنا نحرج أمام الأمراض نجد أمام الأمراض السب والشتم. أنتم يا دكاترة لا ما تنفعوش، إحنا نشين تعالج الخارج ما في عندكم خدمة. والسبب سوء الإدارة وعدم صرف هذه الدعم الشعبي التي يحصل بطريقة آلية واضحة. ليس مثلا المدير يصرفها كيف ما يشاء دون محاسبة ولا مرة. وهناك طبعا الموظفين يجمعوا ملف إدارة خاص بإدارة المستشفى مع العلم أنه تم إحراق أسناد لأنها حرقت، بل بلغت من الإدارة أنها فقدت وموجودة استمارة. أنا ما زلت أضيف بعض الكلام. هذا بلغ من المستشفى. أولا تعميم يا دكتور. تعميم أنه تم فقد أسناد من المستشفى. تمام. وهو بالفعل تم إحراقها. وهذا مدير الإيرادات اللي على القضايا في مكافحة الفساد. وهذا موقع مدير الحسابات نفس المدير حق الايرادات. وهذه الاسناد اخذنا اسناد محروقه. هذه من تكلمت على الولايات لاحظها شويه. طيب هذه اسناد محروقه اخذناها بنفس الارقام. هذا مبالغ خياليه. يعني كم المبالغ؟ اكثر من 500,000 غير هذا الاسناد. لانها فقدت وهي تم احراقها بتواطؤ من الاداره. حتى يعني حازم النبي الاداري. وبالاضافه الى ان احنا عندما بدانا الاغراق في المستشفى الجمهوري في الساحه لنا 4 أيام. طبعا ننتظر زياره وزير الصحه او وكيل الصحه قيل انه سيزورنا ولكن لم يزورنا احد. نفاجئ بانه طبعا في من الامن المركزي في البدايه اتوا بصمل ودقوم ونجده حاولوا ارهابنا. في بعض الزملاء تعرض للتهديد. حاول يعني مندوبين من الامن لا نحدد الامن السياسي يهددوا بعض الزملاء استخدام يعني قذف الموظفات وشاب الفاحشه. كلمتوا عن قذف الموظفات والموظفات تلاحظ انهم اكثر شيء انتم العسكري للموظفين يريدون ارهاب الموظفين لعدم القيام بحقوقهم. وعندما علموا ذلك شكلوا لجنه لم يتم انتخابها من المنتظمين في الساحه ولكن انتخبوها هم بالليل لا ندري من رشحهم وهم موالين للاداره. وقالوا هؤلاء اللجنه يتفاوضوا مع الوزير على اساس النقابه. ايوه على اساس انه يتمثل الاداره. ونحن هنا الان هم سيجتمعون اليوم الساعه 10. احنا رفضنا الدخول في الاجتماع وجينا لهنا نثبت اننا هذا اهم شيء. يقوم بالنهب المال العام. هذا نتكلم تعرضوا للتهديد و الفرد داخل الذي يقرب داخل المستشفى من الاصابه المجهوله. في ناس خصم عليهم استخدم كافة البلطجية المناكسات في المستشفى لقمع يتم تهويلها